السلام عليكم ورحمة الله. عاصفة ثلجية حباتها بحجم كرة التنس تضرب شمال إيطاليا. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هطل البرد بكميات كبيرة، سدت الشوارع وألحقت أضرار كبيرة بالمركبات والأشجار والمحاصيل الزراعية. اجتاحت الأمطار الغزيرة مدينة ميلانو وضواحيها بشمال إيطاليا يوم الاثنين مصحوبة برياح ونزول كميات كبيرة من البرد حجمها بلغ حجم كرات التنس أو البيض، ما تسبب بفيضانات مفاجئة واضطرابات في حركة المرور. وفي كل من العاصمة الإيطالية وبعض المدن المجاورة لها، وسدت حبيبات الجليد الكروية أجزاء واسعة من الطرقات وأدت إلى إغلاق تام لبعض الشوارع ودمرت الأشجار والمحاصيل الزراعية. إلى هنا أحبتي لا يسعني إلا أن أذكركم بالاشتراك في القناة والإعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد.